حوار رائع جدا، بحيي يعني الصديق العزيز محمود نفسي صبري وعبد الحكيم ابو علم في الاهرام عليه، وبحيي حسام غالي على وضوحه صراحته شخصيته. لو انا مستشاره الاعلامي، لو انا مستشاره الاعلامي، يعني زي اللعيبه الكبار جدا بره ليهم في قبل المؤتمرات ناس تقول لهم الاطر، ايوه هقول له كل اجابه قالها هقول له قولها، مش هقول له اكتر من كده، مش هعرف اضيف له. ما شاء الله. عشان كده انا كنت عايزك تقراها عشان الناس تشوف نموذج لشخص مسؤول بقى، لعب في الاهلي، عارف قيمه الاهلي، تشبع بثوابته، تشبع عشان لما يشوفوا بعد كده الراجل ده كيف يتدرج لا يندهش عندما يروه رئيسا للنادي الاهلي. رئيسا للنادي الاهلي. اراه واتحيز له وارجو ان تتذكر هذا اليوم، قد لا اكون موجودا فيه. بنديك الصح وطول العمر. انما تذكر هكذا يصنع رؤساء الاهلي، ده المطبخ اللي بيدي لك الوجبه الناضجه اللذيذه الصحيه. إذن للتاريخ، محدش عارف، للتاريخ المهندس عادل الخيعي يؤكد حسام غالي سيكون بعد كام دورة ذات يوم، مش ذات يوم، رئيسا للنادي الأهلي على الأقل دورتين، في الدورة الثالثة يقدر يكون رئيس النادي، يعني بعد 8 سنين. بعد 8 سنين عليه أن يفكر يخوض التجربة ولا لأ. بعد 12 سنة لازم يخوضه. فعلها الخطيب بهذا الأسلوب، فعلها الخطيب. بس صحيح. لازم يقدم له المطبخ اللي اشتغل فيه، يبتدي يقشر بصل في الاول، وبعدين التوم، وبعدين يقطع البطاطس، وبعدين يقول له طب شوح لنا حته اللحمه دي، وبعدين طب هنسيبك النهارده توكل للناس. هي كده اجيال بتسلم بعض.